فيروس كورونا، سلاح بيولوجي أمريكي سري تم خلقه لتخريب الصين. كشف الكاتب في CNN لوليام إيبز العديد من العلماء الروس يعتقدون أن أمريكا صنعت ونشرت فيروس كورونا ووهان التاجي لتخريب الصين من أجل كسب المليارات عن طريق الخروج لاحقاً بالترياق واللقاح. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. وذكرت صحيفة برافادا المشهورة أن الصينيين يعتقدون أن الفيروس التاجي أنشأه الأمريكيون، مستشهدا كدليل على أن الفيروس تم تشكيله وراثيا في المختبرات الأمريكية، وأن جميع المصابين أسيويين وليس أوروبيين. ونقلا عن الخبير الروسي والعضو سابقا في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية إيغور نيكولين بأن الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين ربما نقلوا الشحنة الخطرة من المختبر الأمريكي إلى ووهان. وأضاف نيكولين أن ظهور هذا الفيروس يمكن أن يكون نتيجة لاستخدام سلاح بيولوجي أمريكي. وذكر الجميع بفضيحة عام 2010 عندما تم إغلاق أحد المختبرات الحيوية العسكرية الأمريكية البالغ عددها 400 مختبر والمنتشرة في جميع أنحاء العالم في إندونيسيا، لأنها كانت تجري تجارب سرية مع فيروس أنفلونزا الطيور، عندما خرج الفيروس من المختبر وانتشر وأصبح وباء خطيرا. ورفضت الولايات المتحدة تقديم معلومات عن أعمالها لوزارة الصحة الإندونيسية. وقال الخبير ليونيد سافين الذي ظهر كخبير للسياسة الخارجية في مؤسسة الثقافة الاستراتيجية بأن مؤسسة بيل وميليندا جيتس ربما ساعدت في تمويل إنشاء أسلحة بيولوجية لفيروس كورونا. وقال فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الديمقراطي والسياسي الروسي لإذاعة موسكو إن الأمريكيين كانوا بالتأكيد وراء تفشي المرض، وأشار إلى أن صناعة الأدوية الأمريكية ستكسب المليارات بينما ستستفيد أمريكا فرصة لاختبار سلاح جرثومي جديد. يعتقد البعض في روسيا أن هذه التوترات دفعت حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق أهدافها. وكشف إيغور نيكولين العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية والكيميائية التابعة للأمم المتحدة أنه اتصل بزملاء صينيين في الأسلحة البيولوجية وقالوا له إنهم يعتقدون أن فيروس كورونا من صنع الإنسان. وأصر نيكولين على تورط الولايات المتحدة في نشر كورونا وقال: كل شيء يبدو أنه تخريبي أولا وقبل كل شيء، حيث إن مدينة ووهان تقع في مركز الصين وهي مركز رئيسي للنقل بالإضافة للتوقيت، حيث يشارك مئات الملايين في احتفالات العام الصيني الجديد، فالتوقيت تم اختياره بدقة حيث مئات الملايين من الصينيين يسافرون في كل أنحاء الصين، وبالتالي سينتقل الفيروس في كل مكان. وأضاف نيكولين في استنتاجه بأن الشركات الأمريكية ربما تكون قد صنعت فيروس ووهان التاجي لكسب المال من علاج الترياق المضاد. وأضاف نيكولين: يمكن أن يكون مفيدا للشركات الأمريكية التي تعمل على تطوير هذه الأنواع من الأمراض الجديدة فقط من أجل الربح، أو ربما بالنسبة للحكومة الأمريكية كذلك، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها 400 مختبر بيولوجي عسكري في جميع أنحاء العالم، وليس فقط حول روسيا ولكن في جميع أنحاء روسيا وفي جميع أنحاء الصين وفي ماليزيا. كما صرح فلاديمير جينوفسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي علنا أن أمريكا نشرت الفيروس بهدف تقويض القوة الاقتصادية الصينية ولتجني الكثير من الأموال في هذه العملية. وأضاف: ستحصل صناعة الأدوية الأمريكية على المليارات في عام 2020 وسوف ينسى الجميع بسرعة كل شيء. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.